في عام 1987 كان عمر الكاتبة الأمريكية لورا هيلمبراند 19 سنة، لما فجأة تعرضت لمرض مجهول غير مجرى حياتها من بعد ما كانت فتاة رياضية تركب الخيل وتشارك في بطولات التنس وكرة القدم، فتحولت لشخص مريض ما يطلع من سريره، حتى أنها تركت الجامعة قبل التخرج لأنها صارت عاجزة عن القيام بأي نشاط، وصارت تشعر بصداع دائم وآلام في العضلات والمفاصل، وأصبحت تعاني من اضطراب في النوم وضعف التركيز. الأطباء احتاروا في وضعها، فكل التحاليل اللي عملوها جاءت بنتائج سليمة، إلى أن شافها طبيب في مستشفى جونز هوبكنز واستطاع أن يشخص حالتها، وقال لها بأنها تعاني من شيء اسمه متلازمة الإرهاق المزمن. تصور أنك دخلت غرفتك الساعة 11 ليلا تعبان ومرهق بعد يوم طويل، لكن لما حطيت راسك على المخدة ما جاك نوم، وبعد محاولات طويلة نمت ونومة طويلة أيضا، إلا أنك لما صحيت ظليت تشعر بالتعب. كم مرة صار لكم هذا الشيء؟ أحب أقولكم بأنكم لستم وحدكم. عارفون ليش؟ لأن 30% من الناس اللي يروحون عند الأطباء يشتكون من هذه المشكلة، والعدد في ازدياد. اللي صايبنكم اسمه الإرهاق. قديماً كانوا الناس اللي عندهم إرهاق يرمون باللوم على الكواكب، ويعتقدون بأنها لما تتعامد في خط مستقيم يصابون بالتعب والوهن، وأحياناً يقولون بأن ضعف الإيمان يسبب هذا التعب الغريب، أو أن أولئك الناس اللي عندهم إرهاق عندهم رغبة للموت من غير وعي منهم. أما فرويد فكان يقول بأن هناك رغبة قوية في داخلنا تطمح للوصول إلى حالة من التوازن بين العقل والجسد، ولهذا نصاب بالإرهاق. لكن دراسة الإرهاق بشكل علمي وجدي لم تبدأ إلا في السنوات القليلة الماضية، وبحسب المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها فإن 35% من الناس يعانون من نقص النوم. حد بيقول وما علاقة نقص النوم بالإرهاق؟ قبل لا أقولكم عن العلاقة بين الإرهاق والنوم، خل أخبركم عن مصطلح طبي ظهر في القرن 19 اسمه نوروستينيا أو الإنهاك العصبي، ومن اسمه فهو يعني الإرهاق اللي يصيب الجهاز العصبي، وكان الأطباء يربطون بعض الأعراض والأمراض به كالإرهاق الذهني والتوتر واليأس وأمراض الأسنان وبرودة الأطراف وتقصف الشعر وغيرها. ويقول الدكتور جورج بيرت إن حالة نوروستينيا سببها تشكل نظام حياة جديد وظهور اختراعات خلت الإنسان في قلق دائم كالتلغراف. تصوروا التلغراف كان يخلي الناس تعبانين ومرهقين طول الوقت مساكين، ما كان عندهم سوشيال ميديا. أيضا انتشار المطابع وظهور الصحف والمجلات وتعلق الناس بالأخبار ومتابعة الأحداث، وأيضا ظهور الآلة البخارية ساهم هذا كله في انتشار حالة الإنهاك العصبي بين الناس. وطبعا بدأ نوم الناس يضطرب مع مرور الوقت، وبدأ الإرهاق ينتشر في المجتمع. في اختبار يعملونه في العيادات الخاصة بالنوم اسمه اختبار الحاجة إلى النوم، وهو بكل بساطة أنك إذا رحت إلى مكان هادئ واستلقيت في النهار مش في الليل ونمت بعد دقائق قليلة، فهذا يعني أنك إما أنك تفتقر للنوم أو أن عندك ما يعرف به اضطراب النوم اللي يسمونه sleep disorder. أما إذا جلست لربع ساعة في هالمكان لكنك ما نمت بس في الوقت نفسه تميت تشعر بالتعب، فهذا يعني بأنك مصاب بمرض الإرهاق. هناك منطقة في الدماغ تسمى اختصاراً SCN مسؤولة عن ضبط ساعة الجسم البيولوجية. كيف يعني؟ يعني تحفز الجسم لإفراز الهرمونات الضرورية لكل وقت، ففي الصباح الباكر تفرز الهرمونات اللي تساعدنا على النشاط، وتبدأ هذه الهرمونات تنخفض مع المساء حتى يحل الليل فيحول الجسم على السليب مود علشان يستعد للنوم. ويعتبر الضوء من أكثر ما يؤثر في إفرازات تلك الهرمونات والنقلات العصبية المهمة لتوازن الجسم والجهاز العصبي، ولهذا فلما يدخل الليل وتكون قاعد في مكان مليء بالإضاءة مثل بيتك مثلا تحصل لخبطة في الدماغ
وما يفرز هرمون النوم المسمى ميلاتونين. فشو اللي يصير؟ ما تقدر أنك تنام لما تحط راسك على المخدة، ومع تكرار هذا الفعل وتحوله إلى نمط حياة يصاب الإنسان بالإرهاق المزمن. تعرفون ليش يقولون بأن الرياضة تساعد الإنسان أن يتخلص من الإرهاق؟ إحنا نعرف بأن الرياضة تحرق الدهون، صح ولا لا؟ طيب شو المشكلة في الدهون؟ الدهون تفرز هرمون اسمه ليبتين. هالهرمون يرسل إشارات للدماغ يقول له بأن الجسم فيه مخزون طاقة كافية، وبالتالي ما يحتاج أن يتفاعل للنشاط والحركة، يصيبه الخمول ويدخل صاحب الوزن الزائد في حالة إرهاق مزمن. ولهذا فإن مش فقط الرياضة ضرورية للتخلص من الدهون، بل أيضا الصيام يعد من أهم الطرق لفعل ذلك. والموسم هذا عدنا حلقة كاملة عن الصيام وأنواعه. هناك أمر آخر يخص الدهون. اكتشف العلماء أن ارتفاع نسبة الدهون في الجسم ترفع معدلات الالتهابات الداخلية اللي يسمونها inflammations، واللي تعتبر نتيجة لاستثارة جهاز المناعة في الجسم. هذه الاستثارة المستمرة تطلق بروتينات في الجسم تسمى cytokines. تعرفون شو تسوي؟ تسحب الطاقة من الجسم وتخلي الإنسان يشعر بالوهن والإرهاق المستمر. وعلى فكرة السهر أيضا يرفع من التهابات الجسم الداخلية. في باحثة اسمها رنجانة مهتة من مختبر نورو إرغونومكس من تكساس، قامت بتجربة مثيرة مع فريق عملها علشان يعرفون العلاقة بين عضلات الإنسان واستجابتها وبين كثرة التفكير والتحليل. فشو سووا؟ جابوا مجموعتين من الناس وحطوهم في صالة رياضية. المجموعة الأولى خلوهم يرفعون أوزان، وفي الوقت نفسه كانوا يعطونهم مسائل حسابية بسيطة علشان يحلونها وقت التمرين. أما المجموعة الثانية فخلوهم يتمرنون على راحتهم بدون ما يزعجونهم، فاكتشفوا أن المجموعة الأولى كان أدائها أقل عن الثانية ب 25%. تعرفون ليش؟ لأن أدمغتهم وبالتحديد المنطقة الأمامية منها المسؤولة عن الحركة واللي تنشط أكثر أثناء تركيز الإنسان كانت مشغولة جداً وقت التمرين، وبالتالي لم تستطع أن ترسل الإشارات العصبية المناسبة للعضلات لرفع الأوزان. فاستنتجوا أن كثرة تفكير الإنسان وقلقه وتحليله لظروف يومه وتفكيره في حياته باستمرار تخلي الدماغ ينشغل عن النشاط البدني، وبالتالي يشعر الإنسان مع الوقت بالإرهاق. الإرهاق الشديد له تأثير يماثل تأثير الكحول على سائق السيارة، وخصوصاً إذا بقي الإنسان مستيقظاً لـ 24 ساعة. مش فقط هذا، إذا الإنسان ظل صاحي لـ 17 ساعة وما نام، تعرفون شو اللي يصير؟ لو هذا الشخص صار مثلاً أمريكا وقاد السيارة، مسكوه الشرطة وسووا له فحص المخمورين، بيلقون أنه هو يقع في نفس الكاتيجوري اللي يقع فيه الشخص اللي توه مخمور واللي ما يسمح له أن يقود السيارة. تصوروا الآن، تخيلوا كم يؤثر السهر على صحة الإنسان. مخاطر القيادة أثناء الإرهاق دفعت بالكثير من الشركات أن تبتكر حلولاً للحفاظ على أرواح السائقين. ومن هذه الشركات شركة اسمها سمارت كاب اخترعت قبعة اسمها لايف. هذه القبعة أول ما نزلت بدأت تستخدم من قبل سائقي الشاحنات في أستراليا. السؤال الآن، كيف تعمل هذه التقنية؟ القبعة فيها حساس يقوم بقياس نشاط الدماغ لتحديد حالة الإرهاق عند السائق، ثم يقوم الحساس بإرسال إشارات تحذيرية لاسلكياً إلى تطبيق على الهاتف إذا اكتشف أن السائق نعس أو نام فجأة، فيقوم التطبيق بإصدار صوت عالي علشان يصحي السائق ويخليه منتبه. هذه التقنية دقيقة بنسبة تصل إلى 94.7%. تصوروا كم من الأرواح سوف تحفظ بهذه التقنية الفريدة. هناك الحديد اللي نقصه في داخل الجسم يؤدي إلى الإرهاق بالتأكيد. وفي تجربة أعطوا مجموعة من الناس حبوب حديد لمدة 12 أسبوع، فلاحظوا أن نشاطهم ارتفع بنسبة 50%، ومجموعة أخرى عطوهم حبوب وهمية يعني بلاسيبو، وقالوا لهم إنها راح تخلصهم من الإرهاق، فلاحظوا أن نشاطهم ارتفع بنسبة 29%.
لكن الدراسات ما زالت تجرى في هذا الصدد، وأحب أكد بألا تأخذوا أي دواء قبل مراجعة طبيب مختص علشان ما يسوي لكم مشاكل أو أعراض جانبية. عائلة فيتامينات بي معروف عنها أنها تنشط الإنسان، والنشاط عكس الإرهاق، صح ولا لا؟ ولكن يعتقد العلماء بأنها ما راح تؤثر في الناس اللي ما عندهم نقص منها، بس اليوم كثير من الناس غالبا عندهم نقص في أحد أنواع فيتامين بي. بس أرجو من الناس اللي بيأخذون نوع من هذه الفيتامينات أنهم يفحصون فحص الحساسية أولا. تعرفون ليش؟ أنا مرة خدت حبة فيتامين بي أو بي 3 بالأصح، وفجأة جسمي كله تحسس منها. وبشكل عام لأنه من المهم أن الإنسان يسوي فحص حساسية للأدوية والأكل علشان يعرف جسمه من إيش يتحسس. في مادة اسمها فليفانولز موجودة في الدارك شوكولت والشاي، هذه المادة تساهم في تسهيل وصول الدم للدماغ، وبالتالي تزيد من كفاءة عمل الدماغ وتنشط الجسم. يعني لها أثر قريب من أثر الرياضة اللي تنشط الدورة الدموية، ولذلك فإن الرياضة وأكل الدارك شوكولت باعتدال يساعدون في مكافحة الإرهاق. الجفاف يؤدي إلى الإرهاق، حد بيقول كيف يعني؟ في دراسة أجريت في جامعة كونكتيكت وجدوا أن الجفاف البسيط، يعني لما يكون الجسم جاف بنسبة 1.5% تحت المعدل الطبيعي، يؤدي إلى الإرهاق وضعف التركيز. حد بيقول وكيف نعرف إيش كثر أجسامنا جافة؟ بقولكم، لما يوصل الجفاف إلى نسبة 2% يشعر الإنسان بالعطش، يعني مو بلازم تكون عطشان علشان يكون جسمك جاف، ولكن هناك بعض المؤشرات مثل جفاف الفم وكثرة تقلص العضلات في الجسم، وأيضا جفاف البشرة، وهذا أوضح شيء، وأيضا لما تشعر بالرغبة الدائمة لأكل الحلويات، وأخيرا الصداع المتكرر قد يكون سببه هو جفاف الجسم. اضطراب مستوى هرمون الأدرينالين في الجسم، وهو هرمون مرتبط بالنشاط والتوتر، يؤدي إلى شعور الإنسان بالإرهاق. حد بيقول وكيف يضطرب هذا الهرمون؟ لما تكون حياتك مليئة بالضغوط والقلق والتوتر، يعني تفكيرك الزايد، ضغط العمل، توتر السوشيال ميديا والازدحام والرسائل والمكالمات، كل هذه الأشياء تأكد بأنها بتصيبك بالإرهاق. لكن الرياضة تساعد في موازنة هذا الهرمون في داخل الجسم. الدكتورة ماري هارينغتون عالمة الأعصاب في جامعة نورثهامبتون اللي أفادتنا كثيراً بأبحاثها في هذه الحلقة تقول كلام وايد جميل. تقول لا تخلون الإرهاق يمنعكم من الاستمتاع بالحياة. في الحقيقة فإنه على الشخص اللي يعاني من هالمشكلة أن يجبر نفسه على الخروج والاستمتاع والقيام بأي نشاط ولو حتى بالغصب. تعرفون ليش؟ لأن ذلك يدفع بالدوبامين، المادة الكيميائية اللي يسمونها هرمون المتعة، يدفعها في داخل الجسم، وهي مادة ضرورية جدا لمكافحة الإرهاق. بتقول ماري من يشعر بالإرهاق لما يركب قطار الملاهي؟ ما حد، صح ولا لا؟ كلنا نشعر بالمتعة. يعني باختصار افهم حاجاتك، قم بتلبيتها، ثم أجبر نفسك على الاستمتاع بالحياة حتى تتخلص من الإرهاق. هي لحظة الكشف البعيد.